بما أن النظام اتخذ قراره في القضاء على هذه التحركات السلمية بالحل الأمني، فلن يصل إلى طريق، وإنما يعتبر كأنه يصب الزيت على النار فتزداد اشتعالا. وإذا أراد أن يأتي بالحل السياسي المتمثل في الحوار، فالحوار أيضا لا يمكن أن يوصلنا إلا إلى طريق مسدود، لأن آلية الحوار غير متوفرة، وعلى رأس هذه الآليات الرموز السياسيين الذين خلف القضبان. وثانيا، لم نجد في الساحة ما يعيننا على مصداقية هذا الحوار، وهو حوار كما كسائر الحوارات التي قد يعني التي مرت علينا في الثمانينات والتسعينات. فنحن نرفض نقبل الحوار بشرط أن يظهر الرموز كاملة، وأن توجد هناك إصلاحات ملموسة في الساحة، فعندها أكون أول من يصوت ويختار الحوار. هذا رأيي، ومن حق كل إنسان أن يبدي برأيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.